ماي ما حبايبي تروحين وتهدينا؟ لا ماما انا بس رايحه شغل وراح اجي بسرعه لا تخافون ما راح اطول. ماما انت شنو تبي هديه؟ نعم راح اجيب لك العاب وايد هالكثر هالكثر. وانتي ماما شنو تبي؟ ماما انا بس انتي بس حبيبتي انا ما راح اطول راح اجي بسرعه بعدين انت الكبيره لازم تديرين بالك على اخوك زين؟ شاطرة ما راح أطول وراح أكلمك كل يوم خلي أخوك تشربي زين فيصل ما راح توديني المطار فيصل ترى أنا رايحة هالمؤتمر عشان أوفر مبلغ مدارس اليهال صادهم يعني هند مو وقت الكلام الحين انت جايه بتقنعيني وباقي على الطياره ساعتين ايش فيك كل اللي بتقولينه ما راح يغير ولا شيء عفضك الله وفكرنا كلنا بكلام مريم، يا ترى شلون صارت هند نسخة من مرت أبوها، شديدة وقوية ولازم كلمتها تمشي على ريلها. يلا بس 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 يلا نام نام بس خلاص بس يلا سوي لولو خلاص يلا هاك لعبتك بس خلاص سكتي سكتي صوفيا صوفيا وشلون صارت نجلة مثل أمها كل الوقت مشغولة بنفسها وناسية بنتها وتركتها طول الوقت مع الخدامة وشلون صرت أنا نسخة من أمي ترى الناس تتغير وقلوبهم بعد تغير يما حبيبتي شربي شيء بس شوية ما بي أشرب ما بي يما أنت ما شربتي شيء من الصبح ما حطيتي شيء بحلجك بس بحسة مرة بحلجي ما بي الله يا رب فاطمة ما يصير كذي لا تاكلين ولا تشربي أشرب شحكة وأكل شحكة وخلاص حياتي أيامها معدودة خلي إيمانك بالله قوي الأعمار بيد الله سبحانه سبحانه هند وين هي؟ ليش ما جت؟ ليش ما اتصلت علي؟ هند مسافرة كم يوم دازينها الشغل كلمتها قالت أول ما ترجع بتزورك ان شاء الله. يوم انت شايفين فيها اصلا؟ طقاق يعني تي ولا ما تي؟ ترى مو محتاجين لها. واللي يسلمك دق عليها وخلها تي تحلمني عشان خاطري ومحبتك عليها. خلها تي واللي يسلمك. ان شاء الله. بدق عليه. بس انت ارتاحي ارتاحي نعم صراحة مو فاهم شيء اظن كلامي واضح ورقة استقالتك تكون على مكتبي قبل نهاية الدوام ليش صاير كنت أثق فيك وعدك صديق مخلص ولا كنت أتوقع أبد اللي سويته أظنك فهمت كلامي واسمعني زين لا تحاول تتصل بنجلة بأي طريقة كانت ولا والله ما تلوم إلا نفسك
اطلع برا. صلاح اطلع برا. حال الناس يتغير، الحبيب اللي كنا نظن انه حبيب غدر وصار حتى ما يسأل، والصديج اللي كنا نظن انه صديج وبيوقف معانا وقت الضيج صار عدو ولا لبيننا مكان، واللي ظلم واللي تجبر وتأمر ندم وصار ينادي يوم حس الموت قرب. تعالي تعالي تعالي، لا 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 تخافي، تعالي والموت لي حضر ما يعرف صغير ولا كبير، الموت لي وقته ما حد يقدر يرده. عسى ما شر شفيك يا هل فيهم شيء باي وشايفك الحزة عسم سوى حادث وحاول ولا قوة إلا بالله عسى ما تعور ما أدري إذا تعور ولا لا بس رفيجة اللي معاه توفى لا لا وانا ليه يراجعون خلاص يبا أنا وديك المستشفى بس أغير هدومه وإيج لا يبا خلك أنا وديها المستشفى جاسم وهني جاسم بالسعودية ليش هو مسافر بالسيارة خلاص يبا هم نوديك المستشفى في السعودية يبا أخذ أختك للبيت وخلها تاخذ جوازها وزهبي أغراضك يبا على ما يليش أنا عقب ساعة وين بتروح الحين نطر الصبح وبعدين نروح شلون يعني نخلي الريال يموت هناك واحنا ما ندري عنه يمكن حالته خطره خلاص يبا اخذ اختك وانا اجيك بعد شوي انا اجي بسوي شوي ونتوكل على الله يما لا تحاتي انا بكون عندهم ان شاء الله يبا ان شاء الله بس ان شاء الله ما في الا العافيه ان شاء الله ما في الله الو ها ريومة ها حبيبتي شلونك؟ ايه حبيبتي انا وصلت كاني الحين بروح سيارة واجي البيت على طول شريت لكم اغراض وايد انت شلونك؟ عزوز يلا 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 كان يا يلا باي باي يا بنتي هلا خالتي امك اسمها سحاشي شنو؟ امك اسمها سحاشي الله العظيم رب العرش العظيم فيك سل الله العظيم رب العرش العظيم ايش فيك رب العرش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على سلامة ولدكم الله يسلمك طمنا يا دكتور عن جاسم صار ما أحس بريلي جاسم أنت إنسان مؤمن قضاء الله وقدره الحمد لله عندك أولاد إيه عندي 5 أولاد وبنت الله يخليهم لك إن شاء الله ويحفظهم لك لكن جاسم الحادث سبب لك شلل نصفي والسبب كسر في العمود الفقري لكن الحمد لله انت عندك اولاد والله سبحانه وتعالى كتب لك عمر جديد انا اذنكم اسمعيني يا اختي زوجك راح يخرج قريب من المستشفى الدور عليك انك تساعديه كيف يتقبل وضعه الجديد ربي يكون بعونك
جاسم. خالتي انتي كنتي جارتنا؟ اه انا زوجك ودي يا بنتي وامي جارتي من سنين. يعني انتي تعرفين امي سحر؟ اه كثير اعرفها. سحر كانت صديقتي وحبيبتي، كنت اشرب انا وياها الشاي ونحكي ونضحك انا وياها. الله يرحمك يا سحر. جدي باع بيتنا من زمان عشان هيك ما بنعرفك. سبحان الله، شبه سحر الخالي الناطق. الله يرحمك يا سحر. يلا ستي تأخرنا. لا لا تكفون لا تمشون، خالتي تكفين. بس بسألت سؤال. تفضل يا بنت. أنا سمعت كلام وايد معلومات ومرتبون. فاطمة؟ استغفر الله، فاطمة كلها مشاكل. شباب فاطمة أنا تركت البيت، رحت دورت على بيت ثاني. بيقول المثل الجار قبل الدار. عماتك يقولون ومرت أبوي إن محمد مو أبوي. لا يا بنت استغفر الله. سحر كانت تشكو وتبكي، أنا بعرف بالسالفة. تشكو وتبكي من هالكلام مثل السالفة. إن الكلام صدق؟ لا يا بنتي، أعوذ بالله. أمي كانت هند صايمة ومصلاية، كل الجيران بيحبوها كل الناس، خاف الله. يعني أنا بنت محمد وسحر؟ أنت يا هند بنت محمد وبنت سحر، قال لي بتكلم غير هالكلام تصدق. صدق يعني أنا صدق بنت سحر؟ يعني أنا أشبه أمي وايد؟ ما شاء الله تشبهي أمي. وأخيراً أخيراً عرفت هند الحقيقة. أخيراً هند تسامحت مع نفسها وراحت كل شكوكها. أمها إنسانة شريفة، ومن اليوم ورايح ما حد يقدر يتهم أمها بأي شيء. يمه يمه إيش كثر والهانة عليكم؟ شلونكم؟ ها إيش في؟ تعال اقعد. شلونكم؟ إيش أخباركم؟ فيصل شو أخبارك؟ الحمد لله. أنا اليوم مستانسة وبطير من الوناسة، أحس كذي إني ملكت الكون كله. وإيه؟ كل هذا عشان رديتي البيت؟ ما أدري إيش أقول لك، من الوناسة يعني أحس إني كأني انولدت من جديد. مستعدة أبدي معك صفحة جديدة. صفحتك الجديدة افتحيها بروحك. أنا أصلاً كنت ناطرك تردين. لهالحين صاروا وحدتك. عندنا مباشر ماشي. يبا وين بتروح؟ أريم حبيبتي ماما، شفت الشنطة هذه؟ أخذيها وروحي الغرفة، بطليها راح تلقين وايد أغراض أنت وأخوك. أخذيها وروحي. فيصل قاعد أقول لك مستانسة، ليش بتخرب علي وناستي؟ على شنو مستانسة؟ على خراب بيتك؟ لا سالفة قديمة صعب أشرحها لك. تشرحي لي شنو؟ إنك بتغيرين؟ ولا إنك ما راح تأخذين قرارات بروحك؟ ولا انت من يوم رايح ما راح تكوني الامر الناهي في البيت؟ انت اللي خليتني اصير كذي، انت اللي حملتني هالمسؤوليه، انت خليتني اروح الجمعيه واشتري اغراض البيت وافكر بمستقبل اليهال وادور شقه وادفع اجار وادفع مدارس. انت بس نايم وكل معاشك يروح على السياره اللي بخاطرك والساعة اللي بخاطرك. أنت اللي حطيت علي كل المسؤوليات، أنت اللي خليتني رئيسة هذا البيت. كل شيء أسويه بالنسبة لك تافه ما له معنى. هذا أنت عمرك ما راح تغيري. أبشرك العيشة وياك صارت مستحيلة.
ماما يلا يبي المساسة يبي المساسة ميمي خلاص غسلت ها ماماتي يما يا حلات بناتي يا حلات بناتي شنو يلا بس راح تنامين خلاص بس نلعب كل يوم نلعب كل يوم نلعب صباح الخير مريومة تعالي تعالي بابا تعالي تعالي حبيبي تعالي 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 حبيبي حبيبي شلونك حبيبتي والهان عليك وايد بابا والهان على ماما بعد ليش ساكتة ما ولهتي علي شنو يعني كذي اي ولا لا بلا ولهت عليك صراحة شكلك وايد يقول انك مستانسة برجعتي لا بس ما كنت متوقع انك ترجع اليوم انا ما اقدر اعيش من غيركم نجل ليش ما اتصلتي علي ولا سألتي عني ما ادري توقعت تبي تقعد بروحك تفكر وتقرر اذا كنت بترجع لنا ولا لا انا فعلا فكرت وحسيت ان اللي بينك وبين سعود سالفة قديمة واحنا عيال اليوم وان سعود هو اللي حاول يتصل فيك وانتي صديتي بس انا انصدمت من كلامك عن مشاعرك ناحيته خلاص حبيبتي انا وعدتك اني ما راح اتكلم بهالموضوع مره ثانيه انا سامحتك سامحتني على شنو انا مو غلطانه علشان تسامحني وبعدين اللي كان بيني وبين سعود علاقه قديمه ومن سنين طويله انت تظن انا حاسبك على ماضيك وحياتك قبل ما تاخذني عموما انا ما رجعت عشان تحاسب انت زوجتي وام بنتي وانا مالي غنى عنكم صدق ما في احلى من البيت ولا في احلى من قعده البيت انا ان شاء الله اليوم قاعده كلها معاكم وماني طالع موليه بس ترى باكر ضروري اروح الشركه ان الشغل تراكم علي بالفتره اللي طافت وهاي اللي مو راضي يسكت كل شوي يدقون علي مره كانت مشاعر نجله متناقضه ودها تفرح برجعه صلاح وبنفس الوقت كانت خايفة خايفة يكون كلام أمها صح يا ترى صلاح رجع عشانها ولا عشان فلوس أبوها نجلة لو ايش فيش نجلة لا ما فيني شيء زين أقول لك أنا لازم أكلم عمي عن المشروع اللي قلت لك عنه المشروع هذا عوايده راح تكون بالملايين أنا سويت عليه دراسات وأتوقع النجاح فيه راح يكون مضمون 100% بس عاد أبي همتك معاي أبيك تكلمين أمي وتقنعينها بالمشروع وبعدين صلاح أذكى من كذي ما يخرب حياته علشان شيء انتهى ترى صلاح يحبني إيه يحبك بس يحب فلوس أبوك أكثر بس أنت الغبية اللي ما تفهمين ها نجلة أكلم عمي بالموضوع الله يخليك لا 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 أنت يا لا لا تعالي حبيبتي تعالي لا لا تحبين بابا؟ يلا قولي إيه قولي أحب بابا تحبين ماما؟ ما تحبين بابا؟ يا بابا لما تخلصها قولين زين اشوف لا شوف هني حبيبتي تنزلين تحت تكبري خطك شوي يبان بتسافر يما انت بتسافر عشان زعلان وما تبي تقعد معنا صح ماما حبيبتي شوف هي اخذي كتبك روحي انت واخوك الغرفه عشان انا بكلم بابا زين لا انا بقعد معاكم يلا يبا سمعوا كلام ماما وروح داخل يلا شطار أنا بعد شوية إيه ساعدكم يلا ماما يلا قوم شاطر يلا طبي. أخذه يلا أخذه خلي أخوك معك أنا بعد شوية ساعدكم روحوا تخلينا يطري عليك
رحنا مطعم ريومي كان تسخن، قعدنا نحوس طول الليل بس تبكي، ما احنا قادرين ننام، توهقنا فيها. تذكر عزوز توا كان يمشي لما رحنا حديقة الحيوان، كان اسعى الشواذي ولا بتسلق السور كان يدبق على وجهه. يطلع عليك لما ريومه واحنا بالالعاب قاعد تدور فيها اللعبه كان ينكسر ضرسها، كانت توديها برا تقولها قط ضرسك، قولي قط ضرس الحمار وعطني ضرس الغزال. نفس اليوم انا ناسي حق عزوز لبس كان يبول على هدومه. في وايد أشياء حلوة بيننا ما بيها تضيع، كل هالذكريات إذا أنت رحت أشاركها مع منو؟ هند أنا تصرفاتي ما تعجبك، كل شيء قاعد أسويه بعينك غلط. على كثر الأشياء اللي ما أحبها ترى في أضعاف أشياء أحبها. أحب لما تحطني خال على ظهرك لحد تدور فيهم بالصالة وآخر الليل تجي تقولي دهني ظهري. أحب لما تقرأ لهم قصص قاعدة تسوي أصوات وجدي وتسوي إزعاج. عزوز ميت من الضحك. أحبك لما تغني حق ريوم عشان تنام مع أن صوتك خايس يلوع الجب سستانس. أحب فيك أنك تحب عيالك بس لا تخلي النوم تروح. خلنا نعطي نفسنا فرصة ثانية. ترى أنا أحبك. أوعدك إني راح أفكر بكل شيء. حياتنا ومشاكلنا. فيصل فكر وخذ وقتك بس هني ببيتك لا تطلع وتهدنا. يباتك في لا تسافر كلنا نحبك اقعد معانا. وانا ما راح اسافر راح اقعد معك زين. مو بكيفه ما يطلقك، رفع عليه قضيه والقاضي بيطلقك منه غصبا عنه. ماما شوي شوي لا تعورون، يلا صعدوا. ايش فيك؟ انا ما بيصير بيننا محاكم وقضايا. عائلش ينطر ما يطلقك، بفهم يعني بيخليك معلقة كذي؟ انزين انا اقول خل راشد يكلمة بالموضوع، يمكن يرضى يطلقني بدون محاكم وشوشرة. راشد ما يدري انك طالبه من الطلاق. ليش؟ ما ابي ادخله بهالسوالف، بعدين بيقعد يقول لي انت اللي فريتي راسها، انت اللي شيشتيها عليه، وانت عارفة من هالحكي. شفيتش؟ ضايق خلقي على عبد الله. وي بدا المسلسل المكسيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. عندي لكم خوش بشاره. شنو؟ ان شاء الله بيطلع عبد الله قريب. شلون؟ فاعل خير سدد عنا وعن عدد من المساجين الديون اللي عليهم، وان شاء الله كلها كم يوم بيطلع. فيكم مو مستانسين؟ إذا العيال وين؟ غالية ضروي تعال عمي تعال، إن شاء الله كلها كم يوم وأبوك راح يرد من السفر. بدي أبوي يعيب السفر.
اي صدق حبيبي، ان شاء الله كلها كم يوم وبابا يجي من السفر ان شاء الله. صدق ما ابي يرجع من السفر، يعني روح اجهز اغراضي والعابي. اي حبيبي روح روح جهز اغراضك، يلا جهز العاب. النوده يلا يا ماما. طياره طياره اكلي. ليش 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 ما تبين؟ ام 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 بطلي حجر. اي ليش تطقيني؟ يلا ابي غدا ان شاء الله. اخلص من هالنوده واحط لك اكل. قلت لك ابي غدا الحين. شوف عاد بالتحكي بهالاسلوب ماكو غدا، تحكي عدل لو سمحت. قلت لك ابي غدا يا عاد. دام صرخت ماكو غدا زين؟ قلت لك ابي غدا ابي غدا. وي بسم الله. جاسم 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 قوم جاسم قوم. بس 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 يلا كل واحد يروح يكمل اكله. ليش لا زين لك كذي؟ تفضلك. ماني زايرتها. حرام عليك، المرة بين الحياة والموت عيزت وهي تسأل عنك. فاطمة لو تموت حتى عزاها ما دشها. من متى صار قلبك جاسي كذي هند؟ صار لي ساعة ترجاج ما بي أكلمها، ما بي أشوفها، ما بي أزورها. هند أنت بتزورينها؟ مو أنت ما تدري هي سوت فيني. هند عمي قاعد يقول لك المره بين الحياه والموت وقاعد تسال عنك. في لازم تزورينها. والحين مو كان هذاك ابوي. ابوي وصل، ابوي وصل. هلا 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 ابوي حبيبي. شلون هذا ندوم؟ انا عمري هلا حبيبي. ولد عليك لو ما شفتك شلونك. زينه شلونك؟ زين. شلون الدراسه؟ ها؟ جبتوا جناطكم كلها؟ اي بعدي جناط. والله زين، جطت امك وينها؟ ما ادري. يما ابوي وصل. سلام. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ذهب أغراضك؟ أنت تبيني أرجع معاكم؟ أنت لين على ذمتك؟ إيه بس عبد الله عقب اللي صار وعقب ما أنا طلبت منك اللي صار صار، انتهى. أنا نسيته وابي افتح صفحه جديده وابيش معاي. شيلت دلا. انت ما تستاهل اللي انا سويته فيك. اليوم حبيبتي انت خلاص يبقى انا سامحتك ونسيت اللي صار وابيش معاي. ها بس ها اذا بتعيشي معاي تحملين كل ظروفي. تعرف ظروفي شو صايره. شيلتي. Yeah.
روح زاحف يا غرام، بس تطولين علي، ترى لي هذا اضرب السياره. ايش كثر يبي لك وقت؟ 10 دقائق زاحف شنطتي وانزل. يا بعد يلا انطرش بالسياره. هو هو وين رايحه؟ بروح بيت ريلي مع عيالي. مريمو يا نيتي تبين ترجعين حق واحد خريج سجون؟ اي يما خريج سجون وانا اللي دخلت السجن بيدي. يما الله يخليك لا تتدخلين بحياتي لهني وبس. هند تدرين بني ادم يتكبر يتجبر وساعات يسوي شغلات يدري عنها او ما يدري، بس لما يصحى ويشوف ايش سوى يحط اصابع ندم. انا ظلمتك يا هند، وايد ظلمتك وقسيت عليك. ما علي، ابيك تصابحيني وتحلليني. وانتي ما تبيني اسامحك على شيء؟ ولا تنطرين يصير فيك المرض الشين عشان تخليني اسامحك واحللك؟ هند يبا مو بوقت هالكلام، الله يهداك. اي بوقتها. خليتيني خادمة عندك، أنظم وأطبخ وأغسل، دليتيني وهنتيني وايد، فرقتي بيني وبين سلمى وخالد. لا وعد لا تبالغين. شب عمرك مسحتي على راسي، قلت لي يعطيك العافيه، سهبتي قلتيلي مبروك. عمري طحت مريضة، قعدت تقرين علي بالليل، عمري حطيتي كمادات على راسي وعطيتيني دواي، صدقين كل هذا ما يهم. عمرك بالعيد شريتيني لبس جديد، كنت تفرقين بيني وبين اخواني لبس جديد، انا مثل الفقاره تعطيني فضلة الناس لبس مستعمل، تهينيني معاش ابوي كل عندك، حرمتني من كل شيء. ما انسى ان طردتيني من البيت، شعلتيني بالملحق مع الفيضه، خايفه حتى ما خليتي ابوي يطبطب علي. حقي يا يعني الحين تغثين امي بكلامك هذا اللي ما له معنى؟ يا هي اقول لك صار يوم القيامة راح اقول حق ربي ياخذ حقي منك.
ولا محمد. يقولون الوقت كفيل إنه ينسي الإنسان كل شيء، بس مو دايما هالكلام صحيح. هند عمرها ما نسيت اللي سوته فاطمة فيها ولا قدرت تسامحها. عايشة أنا أدري إني قصرت بحقك، بس صدقيني عاش اللي صار فيني من شر أعمالي. عايشة أنا آسف. أول مرة أسمعك تعتذر مني من تزوجنا، أول مرة تقول لي آسف. طول عمرك بنت ناس وأصيلة عايشة. عايشة ودي أقول لك ترى المسامح كريم عايشة. المسامح كريم. لازم تسامحيني. يما ولي عافيك، لا تيبي لي طاري جاسم الحين، عافيه. اي يما، لازم تسامحيني علشان رضوك، علشان نفسك، علشان تقدرين تعيشين معاه مرتاحه. قررت اخذ بنصيحه امي، وابتدي حياه جديده، واعيش قلبي نظيف من غير حقد وكره، عشانهم. عشان حبايبي ونور عيني، عشان عيالي. بس في شيء كان ناقص، شيء لازم أصلحه. قررنا ننسى المشكلة اللي صارت بيننا، ولا نعاتب ولا نتحاسب. شوفي هذا. اذا الام شو خروح محل ثاني؟ مدري شنو ودي؟ شنو؟ ودي نطلع بالسيارة نفس قبل لما كنا بالجامعة. سيارتنا جاهزة. الله يلا امشوا. بس بشهر. انا اللي قاعد قدام. لا لا حبيبتي انا اللي قدام. يا حليلكم انتوا الثنتين حبايبي. انا اللي راح اقعد قدام. يا حلوة الاطفال عد السيارة. هذه قصتي وقصة صديقاتي، صديقات العمر كله.